إذا ننتقل إلى ملف آخر مشاهدينا ونختم هذه الجولة من الجريدة ونقرأ منها: محتجون يغلقون الشوارع الرئيسية بعطبرة ويطالبون بوال مدني. أغلق محتجون بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل الشوارع الرئيسية احتجاجا على انعدام الخبز والوقود، وجدد الثوار تمسكهم بإقالة الوالي العسكري المكلف وتعيين آخر مدني، كما تشهد الولاية احتجاجات تواصلت اليوم الثاني على التوالي، فيما اتخذت القوات النظامية وضع الاستعداد الأقصى وتأمين المواقع الحيوية بالمدينة. وقال مصدر فضل حجب اسمه للجريدة مطالب المواطنين في حل أزمتي الخبز والوقود. انقضت مهلة الأسبوعين التي حددتها جماهير مدينة عطبرة لتعيين ولي مدني، ما المتوقع والسيناريوهات القادمة؟ وحتى الآن موضوع الولاء ماذا معلقا، ويبدو أن وفد حرية التغيير الذي يعني يدور جوبا حاليا هذا واحد من أهم الأجندة التي تحاول التوصل فيها إلى تفاهمات. هل هذا هو يعني العائق الأساسي أمام تعيين الولاء المدنيين أم هناك معوقات أخرى؟ هو أولا طبعا المعوق الأساسي هو رفض الجبهة الثورية لتعيين الولاء وتعيين أعضاء المجلس التشريعي لحين التوصل لاتفاق سلام. تمسكت بهذا الموقف بشكل كبير جدا الجبهة الثورية. هذا جانب. الجانب الآخر يعني كان قيل أن القوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح لرئيس الوزراء بمسمى أو باسم 14 والي ل 14 ولاية. هناك 4 ولايات في البداية لم يتم ذكرها يعني، لكن السيد رئيس الوزراء رفض إجازة هذا المقترح لأنه هو برأيه أنه يعني تجاوز للمعايير المتفق عليها في تعيين الولاء. الآن القوى الحرية والتغيير كما جاء في الأخبار تقدمت ب 18 اسم لل 18 ولاية كلها، ورفعت هذه الأسماء لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. وكان المأمول أن بحسب ما ذكر وتحديدا على لسان رئيس الجبهة الثورية أن أقصى تاريخ للتوقيع على السلام هو 14 من فبراير. والآن قوى الحرية والتغيير تتحدث عن أنه عندما يحين هذا الأجل 14 فبراير، ما بعده في اليوم 15 من فبراير يفترض أن تتم إجازة هذه الأسماء المرشحة من قبلها لتولي مناصب الأولى بالولاية. نعم، يعني تمسك الجبهة الثورية بهذا الشرط أو هذه الترتيبات، ألا تعتقد أنه يمكن أن يؤثر على الأمر برمته في البلاد ويؤثر بطريقة سلبية، وبالتالي يجب أن تفهم هذه الجبهة يعني حساسية وخطورة الأمر؟ نعم، واضح جدا الأثر السيء والسالب جدا على عدم تعيين الولاة المدنيين، لأن هنالك فراغ سياسي كبير جدا، ويعني تمكن للعناصر النظام البائد ما زالت يعني متمكنة جدا في الولايات تحديدا، وكأن الثورة لم تقم ولم تحدث ولم تكن هنالك ثورة، واضح جدا. أما الولاة العسكريون أيضا هم يعني يقولون أننا ليس لدينا تفويض يعني يتجاوز أو يعني يمكن أن يعمل في هذا الاتجاه، فكان بالضرورة أن يتم تعيين الولاة المدنيين لممارسة هذه الإجراءات المهمة لإزالة التمكين ويعني إدارة الولاية بالشكل المطلوب. نعم، يعني عضو مجلس السيادة محمد حسن العيشي تحدث في تصريح أن الفراغ الإداري في الولايات يهدد هذه الفترة الانتقالية برمتها. هل تعتقد أن هذا التصريح يمكن أن يكون بادر الضغط على الجبهة الثورية لتراجع عن هذا الشرط؟ نعم، هو طبعا يعني بالإضافة إلى تصريح التعيشي عضو مجلس السيادة وعضو وفد التفاوض الرسمي، كما ذكرنا هنالك وفد من قوى الحرية التغيير الآن موجود في جوبا ويجري تفاهمات مع
مختلف الأطراف المعنية بملف السلام، وأعني تحديدا الجبهة الثورية والحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو والحركة الأخرى بقيادة مالك عقار. وأعتقد أن واحد من أهم الأشياء التي سيتم التداول حولها هو مسألة التنازل عن التعنت الكبير الذي أبدته الجبهة الثورية تجاه موضوع تعيين الولاء وتعيين المجلس التشريعي، وسننتظر لنرى ما يحمله الغد من تفاهمات جرت في هذا الاتجاه، ونأمل أن تكون إيجابية بأن يعني تتنازل الجبهة الثورية عن موقفها المتصلب تجاه هذا الموضوع وتوافق على تعيين الولاء وتعيين المجلس التشريعي. نعم، نشكرك جزيلا أستاذ حيدر المكاشفي الصحفي والمحلل السياسي على تلبية الدعوة ووجودك معنا في هذه الحلقة من منشطة. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ أبي.